لك تاكسبت لك الحساب. دونك كتدخل البريد الالكتروني، كدير البريد الالكتروني ديالك، كدير كلمه السر، كدير كونيكسيون الاتصال، هذه اللي في البرتقالي. كيطلع لك وكيطلع لك واحد طابلو دبوغ، واحد لوحه ديال القياده، كيطلعوا لك الاحصائيات ديال المتجر ديالك بالنسبه للاسبوع، بالنسبه للشهر، بالنسبه للسنه. كيطلع لك حتى الايرادات، شحال دخلات لابوتيك ديالك مثلا الا كنتي بعتي. هنا كيطلع لك المبلغ كامل، وهنايا الكوميسيون ديال المنصه ديالنا. وهنا كيطلعوا لك مثلا الا كانوا شي الا كانوا دي كوموند، الا كانوا طلبيات، كتطلع لك في هذه البلاصه هذه مكتوبه فيها ستظهر الطلبات الاخيره هنا. كتقدر تكليكي على جميع الطلبات باش كيطلعوا لك كاع الطلبات اللي كيكونوا عندك. مثلا بالنسبه هنايا حيت ما كاين حتى شي طلب، ما كاين حتى شي منتوج لحد الان. هنايا مثلا كيطلعوا لك المنتجات اللي ما بقاتش في المخزون، اللي نفدات، ما بقاتش في ستوك، برودوي اللي ما بقاوش عندك في ستوك. دونك كتدخل هنايا لي برودوي باش تاجوتي مثلا شي منتوج بغيتي تدخلو. كتكتب منتجات، بالنسبه لهنايا كيف شفتوا ما كاين حتى شي منتج، دونك كنديروا اضيف منتج. كيف ما كتشوفوا كيطلعوا لينا هنا التفاصيل ديال البرودوي اللي بغيتي تحطوا في السيت باش يتباع. كاين هنا